ثلاثة. اوكي واتساب اهلا الاخبار كل شيء زين. انا مو هشام رجعتكم من جديد مع نجود الشمري اختي. بتسوي تحدي المكياج. اول خيرتوني ان نجود تسوي لي مكياج او شيء ثاني بس ما سويت التحدي هذا فالحين بسويه. في تغييرات كثيره صارت بقناتي بقناتها ان شاء الله بتجي قريب بتبان قريب. لا توقفون الدعم ويلا نجد تبدا المكياج. ان شاء الله ما تجيب العيد فيني. ان شاء الله ما تجيب العيد. ان شاء الله ما تجيب العيد. ان شاء الله ما تجيب العيد. لا انا اجيب العيد. عتوني متروش. في شخصية معروفة دائما يسوون لها. ليش انت قاعدة تكثرين بالشيء؟ ركزوا ها؟ لما اخلص كل شيء هم ما راح يشوف نفسه انتم بتشوفون. احس انه بيجيب العيد. عيد 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 عيد. انا دائما اجيب العيد. انا ما ادري ايش خليك تسوي لي مكياج. لا ما علي. المرة الجاية انا بسوي لك في قناتك. اي اوكي. اذا تبون اكتبوا تحت بعد الفيديو هذا. المتابعين يشوفوني اتمكياج. بيطلع خطير. اطلع فابيولس. بطلع مزه. ايش دخل رموشي؟ ايش دخل رموشك؟ تعرف حواجب رموشي. اوه محمد نفس فرق بين حواجب رموش. لا 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 شفتوا يا متابعين ما يفرق. تطلع خطيره. بس حاول تسكر فمك شوي. دخل فمي. اقول لك لا تتكلم انت دقيقه بس. ترى اللي ما يدري ترى نجود تسوي اعمال فنيه بالمكياج. فوالله جد طلبات تحت اللي يبي يكلمني. والله جد اذا تبغون تسوي لكم اي شخصيه كرتونيه ترى تعرف. اشوف طالع انت لا تطالع نفسك. استنى ما سويتي شيء على اساس انت مره كذا. اوكي اقول لك انا فابيوليس. كلهم هم بعيوني. طب انا ابغى اشوف وجهي. لا اجلس اجلس. اخر شيء المكياج بيطلع حلو لاني انا اصلا حلو. اقول لك لف عليه بس خلينا نلعب عليه شوي. جد لا تفشليني قدام متابعيني. طلعيني حلو. اكيد اكيد طبعا. ايش فيك؟ تطلع جميل. تطلع شيء خطير في الحياه. عمره ما بشوفك كذا مره ثانيه. انا ما ادري ليش البنات يحطون ذي الاشياء كلها. غمض عيونك ولا تفتح الحين ولا تسوي اي شيء في الحياه. جد لو تطقطقين انا اطقطق عليك. ترى انت اخوي مهما كان يعني مستحيل اسوي فيك شيء مو كويس. حمد لا تطالع. بس بغمض عيني بفتح عيني الثاني. لا ليش؟ دقيقة هذا شيء يعني خطير. طيب احس انه قاعد يدخل داخل عيوني. ما عليك عادي حتى لو دخل. امانة لا تفتح. طيب يلا انا اقول لكم سالفة. طبعا هو يحاول يطلع سالفة من لا شيء. جد دخلتي في عيني. ما عليك جد خليني اشوف. اهم شيء ركزوا للطلبات تحت اللي يبيني اسوي لي. لا تفتح عيني. ما فتحت والله العظيم ما فتحت. والله العظيم والله. محمد خلاص لا لا تسوي شيء بعينك. خليه شوي. اوكي ايش هذا اللي قاعد يخدش يا ابوي؟ ما فاهمك. مسكين ذا ولا ايش؟ جيتوني متروش. لو لعبتي في وجهي ايش فيك؟ لا لا انا اسوي اشياء مره كويسه. ايش فيك؟ سكر عيونك. ما اقدر قاعد تلصق. انت حاطه صمت. اي صمت. جد غمض قسم بالله طالعك اني زومبي. شخصية عظيمة الحين هم بيحبونك اخر شيء ترى. والله بس طيب خلاص ما بطالع بالكاميرا بس بطالع. طيب يده صمت مو حاطة انت. يا محمد خليك مغمض عيونك شوي بس. ايش جايبة انت؟ ايش بتسوين؟ دقيقة اهم شيء اخر شيء اذا عجبكم قولوا لي عشان اسوي لكم. يلا شوفي اللون الازرق او اصفر. خليك مامض عيونك. ازرق ولا اصفر؟ خليك مامض عيونك. طيب يلا. كيف تخلين حواجب بنتي اصفر؟ انا مطلع صورة وكيف اسوي؟ غمض. وشو ذا؟ مسكر فمك. اصبر ايش هذا؟ غمض وسكر فمك. تحطي لي حمراء؟ غمض وسكر فمك. لا هو حق الشخصية نفسها. ايه طيب يلا. الشخصية نفسها اوكي؟ انا اخر عمري. غمض. سكر فمك. خليك عادي اوكي؟ جود؟ خليك عادي دقيقة. وش شافتني فوق؟ اللي يبغاني اسوي مكياج بنجود في المقطع الجاي قناته يقول لي والله اسوي لها. خليك مغمض مسكر فمك ولا تفتح شيء. انتظر. طيب يلا. عاد تبغى تشيل كل شيء بسرعة. بنات يتعصب. خليك مغمض. قرب من عند الكام. ايش قاعدين تشوفون؟ اوكي خليهم يشوفون. يشوفونه ترى جوكر. والله جامد. لا والله جوكر كني بويا والله. جوكر يا والله جامد. شايف مشغلين؟ يلا طلبات تحت بسرعة كذا. حد يبيني اسوي لي شيء يضحك. يبدا يضحك. اوكي انا مشغولة كذا. والله يخوف يا اخي. انا خشمي اكبر. Ha ha ha.
جوكر شايك اي احد عنده شخصيه اي شيء في الحياه بينا يسويها ايش شكل الضحكه الخايسه زين حسبت اني بوي فهمتي بعدين لا والله طلع جامد جوكر بس الشخصيات الثانيه اكتبوا لي اياها تحت وانا بسوي اعاده عليك وش دخل الجو ان جوكر اذا انا اشبه الجوكر اكتبوا تحت في التعليقات تشبهه واذا ما اشبه الجوكر اكتبوا ما تشبهه واذا تبون اسوي لنجود مكياج بالمقطع الجاي اكتبوا لي عشان اسوي له واللي ما يبي لا يكتب الحين انا بتمالح بالجوكر صوروا الشاشه وحطوها في الانستغرام وانا بختار صور من الانستغرام بحط لكم بحطها في صفحتي بسوي لكم تاج يلا كيف تتمالح الجوكر ما ادري تذكر كذا خلص سرقتلو زين وصلنا نهايه المقطع للاسف نجود ما طلعتني مز احس انه كنت طلع لي جوكر مز بس طلعتني مخيس جوكر لا والله احس شخصيه جامده وسيم شخصيه كذا زين مكياج نجود الفابيولس اول كان مكياجي مع لوفان والحين مكياجي مع نجود بعدين ان شاء الله قريبه مكيجها ف لا تنسون اللايك لا تنسون النشر واللي مو مشترك في القناه يشترك قناتي يشترك واللي مو مشترك في قناتي يشترك قناتي بس سي يو جايز باي لا نظره اخيره للجوكر